نذهب إلى أسئلة إكس. الأخت يسرى تقول: ما العلة من تحريم تركيب الأظافر؟ ويعني هل بسبب أنها عدم إزالتها كونها تمنع الوضوء، أو في وصل الظفر بظفر صناعي، علما أنه تتوفر أظافر قصيرة يتم وضعها فقط خلال ساعات مناسبة وتزال؟ العلة الوصل، لا فرق بين وصل الشعر بشعر وبين وصل ظفر بظفر، العلة واحدة والمعنى واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة. وإذا صح الحديث فعلى المسلم والمسلمة الانقياد، ليس الإنسان يعترض على أحكام الله ورسوله، فإن هذا الاعتراض ينافي العبودية، ومقتضى العبودية الاستسلام لحكم الله ورسوله. حكم الله ورسوله هو حكمة الحكم وهو غاية الحكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلى المسلم أن الانقياد والاستسلام، لأن بعض الناس لا يقبل من الأحكام الشرعية إلا ما وافق عقله وما وافق هواه. أما إذا كان الحكم الشرعي لا يوافق هواه تجد أنه يعترض عليه ويحاول التملص منه، وهذا ينافي مقتضى العبودية لله عز وجل سبحانه وتعالى.